الكل يعلم أن مخرجات المعلم المهندس والطبيب والضابط والعسكري وغيره كله هذا من مخرجات المعلم. فإذا أنت سحقت المعلم وأضعفت المعلم نفسيا وماديا ومعنويا فإنك تهزم وطن، تهزم مجتمع، تهزم أجيال. ولذلك يجب أن يرى الجميع أنه دعم المعلم هو حاجة أساسية ويقدم على كثير من الجهات التي هي توزع فيها ميزانية الدولة. ميزانية الدولة السنوية لما توزع وتعطى 6 مليار وتعطى وزارة التربية مثلا مليار أو حوالي مليار أو أقل شوية، يجب أن ينظر إلى أنه هذا يجب يكون هناك استثناء خاص للمعلم ويبحث عن مصادر تمويل ومنح. إذا بدهم كلها مدام المدارس على المنح والشوارع على المنح والمراكز الصحية على المنح كلها على المنح الدولي، يا سيدي جيبونا من هالمنح منح.